أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. هذه القضية ترجع إلى موضوع دائما أنا أذكر به، وهو قضية الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لابد علينا من أن نراعي قواعد العلماء رحمهم الله في باب الجرح والتعديل. فمن ثبتت عدالته لا يقبل فيه الجرح إلا إيش؟ مفسرا، وبشرط ألا يأتي من يرده ممن اطلع على وجه الجرح وبين أن المذكور بهذا الجرح قد تركه أو لم يثبت عليه هذا الأمر. لكن الذي نجده ونلاحظه التالي، أنه مجرد ما يسمعوا كلمة في انتقاص شخص اعتبروها جرح، واعتبروا هذا الجرح مسقط للرجل، واعتبروا هذا الرجل الذي سقط الآن خلاص كأنه إمام من أئمة البدعة والضلالة. قرأت على تويتر من الشيخ علي الحدادي يقول سبحان الله، هناك من يسأل الآن ويقول هل يؤخذ عن محمد بن هادي أو لا يؤخذ عن محمد بن هادي؟ يا الله يا الله، إيش اللي صار؟ محمد بن هادي الآن يعامل معاملة أئمة أهل البدعة الكبار، يؤخذ عنه أو لا يؤخذ عنه؟ هذا اللي احنا نقول عنه، هذا اللي احنا نتكلم عنه من أول، ونقول العالم، اسمعوا، العالم قد يوصف الرجل بأنه ثقة فيجرحه العالم فينزل عن الثقة إلى الصدوق، قد يوصف الرجل بأنه صدوق فيجرحه العالم فينزل عن الصدوق إلى الصدوق يهم، قد يكون الراوي أو الرجل أو العالم معروف بالأخذ والرد لكن ما حد سبر حاله فيقول عنه شيخ برضو مقبول، قد يأتي العالم ويقول عن هذا الراوي والله فيه كلام أو فيه شيء، فيبقى هذا الراوي المتكلم فيه بأنه فيه كلام وفيه شيء، يبقى هذا الراوي في حد الاعتبار، لا ينزل إلى درجة إيش؟ الضعيف جدا، يبقى في حد الاعتبار. الآن اللي يحصل إيش؟ الرجل ثقة، تكلم فيه بكلمة مجملة، نزل من ثقة إلى ضعيف جدا لا يعتبر به. يا جماعة، يا أهل الله، يا ناس، يا مسلمين، هذا يصلح؟ هذا يصلح؟ طبعا أنا أقصدكم أنتم مسلمين، ولا إذا كنت ما أقصدكم نكر أقول يا مسلمون. فإذا الكلام بهذه الصورة ترى هذا خطأ في تطبيق قواعد الجرح والتعديل.